وينرز كوارترز مره ثانيه بيست اوف 5. خليني احط بيست اوف 5 يعني ما ابغى احط. نجرب هاي الشيء. Yeah. Come again? Start. It will start at 7:30. 7:30? Yeah, 7 or 7:30. Okay, so 2 hours and a half or 3 hours. Yeah. Okay, thank you. So it will be on stage. Okay. You can ask Snack. I'm back, guys. حالياً أنا بروح يسعلق هالشيء زين. Okay, sick. Oh my god. وايد هالماتشوب شفناه وايد ما شفنا وايد ماحيد وايد بس عادة شيبة هو اللي يفوز على ما أتذكر ماحيد إذا شيبة خسر وتسكو شيبة البطولة الثانية البطولة الطافية طلع الثاني خسر وتنبته مرتين بس هذا هو. نايس فورد سماش شرتها نقطة الرول يعني هذا شيء غش تقريبا. اوكي دبل ابير اوه نايس باكير اوكي هومينج اتاك بس سيكو واو واو او نو او نو كان بيموت اوه مات بالابير سيكو مسيطر صراحة باك ثرو نانا اوف ستيج نينتهم اوف ستيج بوردر فرقهم اثنينتهم يبي يذبح نانا ما اذا بتقدر ترجع ولا لا ماتت نانا شي از ديد زين بوبو ضد سونيك بنشوف شو بيستوي هومينج اتاك نو قدر يتعلق ما توقعت انه كان بيتعلق. اكسترا فول ريج بوضة سيكو. اوكي نايس باكير. ما اعرف اذا كان سويت سبوت ولا سور سبوت ولا ما اعرف السالفه بس ما طيرت مكان. فور وتل تاخذ ستوك. اوكي 1-0 حق سيكو. ايوه يبين لي من فاز الجيم الاول. تعال تعليقك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم بادر انا بعلق ويا اخوي عبد العزيز نمر تربل اي زين انا الحين داخل نص المباراة بين سيكو وشيبا اتوقع توب 16 كواليفاير او توب 8 كواليفاير توب 8 كواليفاير اوكي اتوقع المباراة مطولة يعني بتكون بس الفايف يعني بس الفايف ايه فشو استوى في اول جيم؟ سيكو فاز كيف يعني كان قريب الجيم كان مسيطر صراحة يعني
كان مسيطر ومتجدد وايد. بس انت تعرف كيف يعني احيانا الدمج وايد يتراكم من ايس كلايمرز. اي بس يا اخي تحس ان كان يعني حتى لو تكو قام يجمع برسنتج تحس انه لا عادي مثلا ايس ايس مثلا بيرد عادي في كومبو واحد. اي ترى هذه يعني هالشيء كان بيستوي يعني. نشوف الحين سيكو ياس يحاول يفرقهم يعني نشوف ان نايس سايد سماش من شيبا لو يفرقهم يعني صراحة بيكون بيكون اريح له يتعامل يا المتشر لان اذا كذي يتعامل يا اثنين وكل شوي عطنا في موقف انه ممكن يعقب الفاكس وانا بيكون صعب ان يدخل فبنشوف الحين كيف سيكو يعرف يتعامل يا هالمتشر دام انه فوز جيم 1 مفروض انه عنده خلفية في المتشاب عنده معرفة يعني خلنا نقول احنا حاليا شيبا مضرب شيبا ياس يلعب لعب حلو صراحة ايوه هالشيء اللي كنت اقوله من قلت لعب حلو على طول هالشيء اللي كنت اقوله انه هو نقز من اللج وسوى سايد بي هو قبل الله يسوي هالشيء سوى لج ترامب يعني يوم سوى لج ترامب نانا اتوقع طاحت هي سالفة انه كان انضرب وما عنده نكسر بس ما اعرف ليش سوى سايد بي اوه ماي جاد نايس كومبو من شيبا ونشوف انه سواله قراب على اخر شيء واف سماش بالديز لو بس صراحه يعني وضعيه صعبه شوي ل سيكو الحين نشوف ان شيبا هو اللي متحكم من المباراه متحكم عند النيوترا ستيج كنترول حاليا مركز على مباراتين بنفس الوقت انا مو شو مركز انا بقول هذا ليش الحين ما خلصت مباراتين مركز على مباراتين بنفس الوقت المباراه اللي اليمين تحتوى توب 16 بعد او توب 16 بس مش توب 8 ولا كواليفاير بس توب 5 بس توب 5 بس ممكن يطولون زياده لعب ممكن ثلاث مباريات هنا هذا بعد اوكي يعني هنا خس يعني بس لكم مباراه واحده اوكي نشوف ان سيكو حاليا انا نايس اوكي اوكي ذبح نانا والحين تمت طوف روحه بس انا صراحه اوكي نايس انا بقول ان شيء بدون يعرف يستخدم حتى لو كان روحه يعني بوبو يعرف يستخدم شخصيه حتى اوكي شوف ان يعني سيكو ما فقد شوف الشيء اللي بقوله وايد مهم سيكو صح انه تشوف يتحرك يمين يسار ويتحرك وهذا ويضرب وشي بس ما يسوي دمج يعني يسوي بس دمج. ضربه واحده ومع السلامه اوكي يعني يحاول شوي يشرد يعني بتحس انه مسيطر في المباراه وايد اوقات بتحس انه مسيطر بس انه بشكل عام ما ياس يضرب اوكي لانه مو بقادر وهالموضوع ايه بس يعني اذا شوي يسوي ركب دمج يفرقهم بيقدر انه اوكي شوف باكر وقراب نفس الوقت صراحة والله ما بقص عليك يعني لو ان شيبا فاز الجيم صراحة انا شفت لعب حلو وايد لعب حلو من سيكو يعني قدر اني اوصله على اخر شيء يعني ايه ومو عادي كان متعود يعرف كيف يتصرف يعني فيري انترستنج صراحة كنت بقول شيء شو رايك في انك كيزيا راح ليفربول؟ شو؟ كيزا راح ليفربول والله تبى الصدق انا يعني ما اعرف اللاعب حتى بس اعرف انه جاي يلعب يوفنتوس وعارف انه راتب من اصابه وقالوا هو لاعب بنفس عقب الاصابه فاللي اوكي بس انه اشتروه برخص يعني 13 مليون ولا شيء هو ال هالشيء زين يعني هو اظن يعتبر احسن واحد عندهم يعني عندنا ني ضد لوهاي اوكي حاليا 1-1 عندنا لي ضد لو هاي في التكن صراحه انت ادرى انا صراحه ما اعرف وين التكن شنو اللعيب يا اخي هناك همس تو يا اخي اسمع الدوبعة والتعاب لا لي ضد مانجا جا خلنا شوي نركز على هالمباراة اي مباراة قدام حاليا جي تي سي ار مش موجود لا مستحيل جي تي سي ار موجود بس يتصور وياه هلا بشاهير يعني زين المهم الحين نشوف انه جيم 3 على سمول باتل فيلد
حاليا ايفن الجيم شوي هادي نوعا ما. سيكو يحاول ان يفرق كونو بعد كوبو عنانا. اوكي اوه نايس صراحة من سيكو اب سماش عند الادج ونشوف ان حاليا شيبا بوبو منفرد بس انه يعرف يتصرف يعني مو بانه ما تحس انه كان خسر ستوب. اوكي نايس صراحه كومبو من من سيكو وشوف انه طلع شيبا اول ستوب لكن شيبا عنده يعني يقدر ياخذ الستوب على طول الحين يعني يمنح هو دمج يسوي ركب. اوكي هو اهم شيء سيكو ما يخسر ستوب يحاول يحلب الستوب كثر ما يروح كان انه سهل عليه. اوكي شيبا تو حاول يصيد بالداون تيل لكن ما ركبت. اوكي سيكو حاليا مركز انه ما يخسر الستوب كثر ما يروح. اوكي ضربة واحدة بس انضرب من الابطيع ما في امن سيكو ماما بعد محافظ على الستوب نشوفه على 152 ويحاول يسوي ركب دمج على شيبا كثر ما يرون قبل لا يخسر هالستوب. اوكي صادب ابطير فوق نانا لا فوق ورا اي احد عند شيء وقت حكار يم وايد يطول انا لانه صح يعني ما تلومه سكر يعني انه يلعب هذا اوه لو سوى فورت سماش بدل اب سماش. اوكي حاول يصيد اوكي نايس ريد يعني للهول. اوه لا اوكي طيب والله انه سكر والله يوترني موترني انه كان عادي ينتخب هذول يعني هو يعرف شخصيته ما بهالسهوله بينتخب هي بس المشكلة لو سوى سايد بي وما عنده نكسة بس هاي المشكلة وسوى نيوترال بي نيوترال بي اوكي اوميجا تايب اوكي اوه بس اوكي نايس من اوكي على الاقل طلع نانا لكن الحين شيبا بعد يعني شيبا الحين بيفوز سماشات سماش اتاكس زين وبعد يعني ما تحس انه بيكون يعني متورط عادي ايه ما عنده شيء يخسره اتش بي عالي وعنده بوبو عادي والله اوكي ما مات نايس سايد بي صراحه سوى سايد بي كان ضرب منه قلت لك انه بيفرفر سماش اتاكس لان ما عنده هو عنده ريت لو سوى اب سماش عند الادج او حتى في النص يعني ممكن تربح نيد تيكس ا جيم ليتس جو وضعيته وايد صعبه انا يا ستشوف مباشر اوكي نايس فور تيلت سيكو ياب الستوب وما خسر وايد برسنتج صراحه بعد 83 شوف ان السيكو يعني صراحه انا مثل ما قلت يعني من الجيم اللي طاف انه يا سيلعب لعب حلو يعني ولكن اوكي اعطاني شيء بغلط انا كان يقدر يذبحه يا اخي الليد هالماتش اب وايد مهم هي. لان السيكو يعني ما اعرف كيف اشرح لك بس ان السيكو تاريخيا نتكلم عن شيء يعني اوه صادق صراحه نايس كان بيرفكت فيل على او باري عفوا على بوت سماش على اب سماش ذا كنت اقول ان سيكو يعني ناحيه يعني انا اتذكره ان يوم شيبا يكون عنده ليد ما يفوز شيبا يوم يكون عنده ليد ما يفوز سيكو ما يفوز اوكي يعني اوكي يعني طبيعي يعني لانه يعني يتنك يكمبر فيه يعني شيبا بتحصله ما عنده يخسره الحين شوف انه اوكي نايس ايه والله لو شو الشيء اللي استوى توا قدامنا نزله بالسبرينج اللي خرب على شيبا تعرف شو انه هو حاول ينقذ نانا هي حاول ينقذ نانا وخرب عليه ومات يعني خلاص ما قدر يرجع منه يعني هو كان لازم ينقذه يعني كان وايد متاخر صراحه بس انت سيك يحتاج جيم واحد عشان يوصل توب 8 شيء بيحتاج جيمين بعد هاي المباراة عندنا برادو ونامو بعدها بنمشي اللوزرز يعني توب 8 كواليفايرز شوف شو وين وصلنا
اوكي جيم 4 يسمع حشره في شوف هنا شوف شوف سبين ومارج جالسين يلعبون من 40 دقيقة شوف حط النتيجة كم اوكي نشوف ان الحين جيم 4 على اف دي اتوقع هالدور بيكون اوكي حق شيبا لانه يقدر ينفرد سيكو يعني لا انا صراحه ما اعرف ذا ستيج زين حق شيبا يعني هو بس ان البلاتفورمز احيانا يخربون عليه في الكومبوز لان ما اعرف كيف اشرح لك في اللي هو احيانا هو يوقف على البلاتفورم بدل ما يسوي فوت ستوب يعني شوي يخرب عليه بس هذا اللي لاحظته عشان كذا غير على الفي يعني يمكن ما يبغى يخرب عليه وما يبغى بلاتفورم او اوكي صادب اف سماش يعني سوى ترامب يعني سكو اصلا كان ناقص بس كذا وبعد صاد من اف سماش كان ترامب اسفاش كيف ترامب ليدج ترامب يعني ليدج ترامب بنانا اوكي ما شفت يا ريال تجي ما كان يبين عادي بس كان ليدج ترامب بسرعة استوى او انه صح يعني كان يناقص صح اوكي حاول ينقض او انقضه يعني اوكي بصراحه هالشيء وايد جالس يخرب هالشيء الحين مرتين شفناه يحاول ينقذ نانا ويموت من هالشيء هو كان تقريبا نفس ما تقول ميت يعني ما حاول ينقذه كان هذا بس يعني هالشيء شفته اكثر مرتين عليه كان شيء صعب للامانه انا حاط شاشه الستريم تتحرك يعني شو اسمه لعبت وياها على سناك يعني لعبت يا سناك على الشاشه والشاشه كانت تتحرك فانا ان شاء الله يعني ما اتوقع ما عليك بضبط هالشيء I will fix اثر عليهم الحين I will fix that انا بعدل هالشيء في مباراتكم الجايه او عقب هالجيم يعني بعدل هالشيء الحين ما تقدر تتحرك يعني لكن اتوقع طاولات ثانيه الرساله اللي سوى اللي ستروم سوى بس ما استفاد منها ترى حاليا ايفن ستوكس لكن بسنت عالي من شوف انه كسر الستوك الحين هو بس انا بفصل الطاولتين عن بعض بس اظن هالشيء عشان صوت طاوله ثانيه ما تاثر على شاشه السكرين اوكي سكو يعني نايس والله وايد جميله صراحه كانت من سكو على طول جرت الاف سماش يعني ما تريم يضرب حتى بوبو يعني في شيئين لازم ما تنضرب منهم ابدا ضد ايس كلايمرز الابتلت والابيرت هي لان ابتلت هو ستارتر كومبو مال هو لا بس انك يعني ما اعرف كيف بس انك دوم تضرب شيء تتحرك ما ادري يعني بوكس مال عود يعني سريع وما بنا عود سريع ومالتي هيد فتصخ انت تحاول تنقذ من الشيد ولا شيء المهم احنا شفنا الحين من سكو ياب الستوك الحين ياب ستوك مشيبه والحين هم اثنينهم في اخر ستوك لكن باك اير وذبحت ونشوف الحين جيم 5 عندنا جيم 5 ونشوف ان شيبا ما تاثر يعني نفسيا من جيم 4 اللي استوى او عفوا جيم 3 اللي استوى واثنينهم عندهم فرصه انه يفوزون الست يعني كيلكس انا اشوف توصل توب 8 كيلكس انا اشوف مباريات توب تكن او تكن اشوفها قدامي بالضبط يعني ام فيسنج تكن انا عشان كيف حاطي الستريم شي عبالك انا ما بحط الستريم شي عشان طالع يعني الحين مسعود تسوي مالتي تاسكينج تطالع شاشة يمين سماش قدامك ستريت فايتر وعيسارك الستريم بس المشكله في ناس دايما واقفين يخربون يعني بس عذر الفتاه يعني صوبي انا شوي احسن المهم الحين فاينل جيم جيم 5 على سمول باتل فيلد سيكو وشيبا نشوف انه يعني ست كان وايد كلوز صراحه تريا سلطان لعب ضد بلانتد مدوسه Wait, hold on. Hey, كمل التعليقات مرة. يا رب ستيج يعني أتوقع إن إحنا شفنا هالستيج على جيم 3 أو جيم 2 يمكن. شوف هل فعلاً سكو فا نايس صراحة من سكو كم شوي بيجيب الستوك يعني ب هومينج أتاك على باكير لكن ما ركبت ونشوف إن حالياً شيبة هو اللي متلعوز هو اللي يعني ما برايي انه
ابراهيم نيوترال ستيج ونشوف انه ياب نانا باب سماش وحاليا شيبا في وضعيه جدا صعبه يعني. اوه نير على باك اخذ ستيك ستوك كامل 9% سيكو وايد متحمس في المباراة تقريبا فريش ستوك عنده الحين بس لا تتنقى عادي في كومبو واحد ممكن يرجعه يعني لكن نشوف انه حاليا شيء شوي مو بلانتد مدوسه الماني و... اوه اوه نانا نانا لا اوه اوه فاك اوه لا كيف انقذ ده بس رد مره ثانيه اوكي اوكي حاليا شيبه يعني صراحه وضعيته صعبه جدا الحين لازم اوه نير على فورتمش هالشيء ما تستوي كل شيء يصير كفى لسيكو حاليا ونشوف انه ياب تو ستوكس اقل عن دقيقتين يعني ترى على فكرة يمكن هاي أول مرة سيكو تقريبا يغلب شيبا بطولة يعني من أظني شيء أنا ما أذكر متى آخر مرة صدق سيكو يغلب شيبا يعني لكن أداء جدا 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 قوي من سيكو ونشوف إن شيبا حاليا تعوز وايد ما أدري يعني هل فعلا الستيج أثر هالكثر يعني اوكي اوه شو كانت هاي؟ اوكي يعني حاولي فرده اظني بس 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 جي جي سيكو فاز بس بس كان وايد دوميننت 3-2 ضرب بس 67 الجيم كان